وشنو هذا زعما؟ هذا اللي كنت تشوفوا هنا وشنو؟ ها ليزولاسيون هذا يسميوها. وشنو هو ليزولاسيون؟ ليزولاسيون هي نديروها باش نعزلوا البرد والسخانه ونزيدوا الحس. هذا يا سونور اي تيرميك. ها وليك لهنا فيه اديزيف يلصق، انا بديت نلصق فيه. هذه الحلقه الزاوجه لازم وشنو ديروا دوكا ليزولاسيون باش موراها واش ندير الحطب. راح تشوفوا في الحلقه هذه كاع كيفاش نبدا بليزولاسيون حتى وين نروح للحطب. راح نرفق الشي ونعطيها العين بنيان. موتاه بيبي لي زوب صباح الخير. واش ندير في عين بنيان؟ على زونات. راح نقلع نخدم في لاتولي تاع واحد صاحبي مهدي يخدم الحطب الحديد. راح نخدم كلش عنده تما باسكو علاش في الحومه شويه ما قدرتش لا غالب ما كاش ماتيريال لازم تروازيم ميتاج نرمي خيط اكريسيتي وين داك تصبش لازم نطلعوا لاكتيف جبده شويه دوكا شنو دقيقه باش يدير لاكسيون هذه اللي نهضر دوكا تشبه اللي قبلها باسكو اذا كنت ريماركي ولي لابس كاسكيطان وادر تريكو واحد شعاع واحده كلش كيف بصح شنو لا ديفيرونس دوكا الفان راهو كامل وهذيك لاكسيون عندها 4 شهور برك دوكا راني نعاود نفيلمي زعما ميزون سان كدايا تيري باك. المهم شوفوا نهار حكيت لكم على داك الطولي اللي عماها وتقبني كاع في الخدمه. شوفوا برك الخدمه تاعو راك تشوفوا هذه بالكارشر خسرتها طارت هي تبان صبيغه الكري بزاف بلايص راك تشوفوا هنايا عليك هاي طير صبيغه هاي طير صبيغه هنا ليك الصديده ويبان هاي طير راهي طير شوفوا لهنا ليك لي جوا منحاهم هنا كانت شوفوا صبيغه تقصرت كاع مي بون معليش لا علينا. المهم على كل حال راهو صفر كيما كنت حايبو. ودوكا باش نحكيو على خويا مهدي. شكون خويا مهدي اللي انا رايح عنده؟ ما بالكم شكون مهدي؟ مهدي واحد انسان قوة بزاف ناس ملاح وليت فاميليا سبورتيف كلش. ومن غير هادشي شكون هو خويا مهدي؟ هو انسان عنده اتيلي يخدم فيه الحطب والحديد. كل ما عنده علاقة بلي موبل بهذوك لي فاصل اللي يخدموهم ديكوراسيون تاع الحوانت من برا بالحطب هذوك عفايس تاع لي شومبر دونفون كيما راكم تشوفوا لهنايا كان يخدم في شومبر دونفون رحت معاه كي كان يمونطي فيها في دار السيد والحمد لله خدمة نقية ما شاء الله. ولا البيرو اللي راكم تشوفوا فيه لهنا خدموا الله يبارك ما شاء الله الحديد ومن الفوق الحطب بواتشان بزاف صحيح هذاك البواتشان ديت بيرو ليا والخويا ابراهيم صديق طالب راكم تبعوه نورمالمون راهو يعلمكم تقنية التصوير وكذا هذيك لاشين تاعو يوتيوب دخلوا تشوفوا تبعوه هذا خويا تما خويا ماشي خويا زعما تاع الحومه يا خويا يا خويا هذا خويا تما نوت فامي واحد في لي فامي واحد. المهم اللي حبيت يتصل بخويا مهدي نخلي لكم لاباج فيسبوك وانستغرام سيرتو فيسبوك راه فيه بزاف تصاور والعفايس اللي يخدمهم هو ديجا من قبل لي بروجي هذوك طلعوا كدايا تشوفوا تصاور واذا عندكم اش ايدي ابعثوا له ميساج قولوا له انا حابين نخدمها اذا يقدر يخدمها يتهلا فيكم. والحاجه قالت لي خلاتني باش نروح نخدم عند خويا مهدي واش قال لي؟ قال لي خو جمال كي تجي لعندي قال لي شغل راك في لاتولي ديالك وانا على بالكم بلي العتروس انا حاب نخدمه بيدي شغل جميع حاجه نبلاصيها نبلاصيها بيدي ما قريتو نعميها ونغلط وبالك نجي عفسه معوجه بصح المهم انا درتها. وتما مع مهدي قال لي شوف قال لي نوري لك كاع واش لازم نعطيك كاع لي تكنيك اللي لازم واستفدت بزاف معاه قال لي وانتايا دبر راسك ما قريتو شغل كامل داك وين دبر راسي نعميها ما عاد يجي يقول لي اصبر هاي كاش ديرها كاش ديرها هو تولي شابه. على كل حال راح تستخلوها في هذه الحلقه هذه باسكو راح تشوفوا كيفاش العتروس تطور من والو الدار والو دار والو دار والو دار. هذا اللي وراه لي صاحبي اذا بصح كاين شويه خشينه حارنا اللي هنا في الكروسيس تاع الحطب خاوتي في البواروج كاين بريمي شو ودوزيام شو. حنا رانا دوكا شوفوا لي فيهم يعيطوا لهم المعايز هذوك اللي يجوا في الوسط هاد العفايز هادو هما هادو هادو وانا راني نحوس جوستومون لي فيهم هادوك باسكو يجوا شابين كي بنترهم وكذا انا نحوسو حنا سحقوا دوكا 30 متر ساكديس هذا زعما سيزيام شو رجل هادوما هادوما فيس الملاح يا سي بون تشد Ha 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 ha
وليكن في علمكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، مشفنا دوكا ما هي إلا المرحلة الأولى من تطور العتروس، من عتروس خالي فارغ فيه الصديد فيه الرشاوة فيه الغبار فايح إلى منزل متنقل. نعم العتروس راح يولي منزل متنقل. والمرحله الاولى واش درنا؟ درنا هذا الحطب اللي راهو في الارض كيما راكم تشوفوا دوكا يسميوه البلونشي. واش درنا هذا الحطب؟ هذا خدمناه بالبواروش كيما شفتوا في الفيديو، خدمه بارفات سينما كيما كنت حايبها. ليدي تاع مهدي كدا يزنع فايس داني زيدني جاونا خلطناها جات حاجه في الشباب. بصح دوكا طياره راهي فوق راسي، تما هبط باش نفيلمي في الليل غوستو جا طياره فوق راسي. بن عمي يعني بجاره مانيش في كاش بلاد يعني بجاره. المهم خوتي باش تعرفوا برك انتم كيكم تشوفوا لا فيديو رانا في اودوكا، باش تعرفوا هذا الحطب هذا وقتاش تخدم تاع الارض هذايا. خدمناه في افريل. علاش خدمته في افريل؟ باسكو العرس تاع خويا مومو محمد خرباني اللي تزوج 18 افريل وكان داير لي لابريسيون، قال لي دبر راسك كيفاش توجد العتروس، دبر راسك لازم تسبغه من برا ودير له الحطب لداخل. درت كلش باش نلحق لوبجيكتيف هذاك. وبعد ليطاب هذيا صوتينا ليطاب بعد اخرى. وشنو هي ليطاب الاخرى؟ اللي هي ليزولاسيون ولا غارنيتير. بون ليطاب تاع دوكا راح نعمر الفيد هذا اللي جاي في الفان باش بليزولاسيون. كاين زوج عندي، كاين ايزولاسيون هذه اللي فيها شغل من لور لصقه تلصقه هذه مليحه بزاف، هذه سونور وترميك فيها هذا الالومنيوم هذا، وزيد فوقها باش ما نخلي حتى شونس باش البرد يدخل. راح نزيد واحد الشيء اسمه لالين دو روش. لالين دو روش ماشي مليح نتوشي هكا زعما ليغو ولا عفسه هكذا. لالين دو روش هذه عطاها لي خويا رياض تاع تلمسان ربي يحفظه بارك الله فيك خويا. شوف جميع رقده حنا نرقدها في الفان راح ندعي لك بالخير شريكي، جميع ايميديتي راح تهرب من الفان بسبتك ربي يحفظك العزيز. على بالي بلي كاين بزاف ناس راح يسقسوني على ليزولاسيون، شفتوا هذيك اللي لصقتها في الارض قبل ما ندير الحطب واللي درتها في البيبان. هذيك شريتها انا وخويا كريم في بير خادم. وين في بير خادم؟ في لاكوت. شغل راكم رايحين طريق بليده يا على دروة تلقاو بومبا ايسونس، ومن بعد واحد 100 متر 200 متر موراها تلقاو على دروة يبيعوا مطوات. لتما سقسيوهم قول لهم لي بيع صوالح هذوما تاع ليزولاسيون كذا خير، تدوها الجمله سيرتو اذا عندكم بنادم راح تخدموا معاه ولا تسمى تقاسموا السومه تجيكم سوبر رخيصه. حنا تقاسمنا انا خويا كريم لي زوم خويا حبيبي. اللي ما شافش الفيديو تاعو تاع لاميناجمون هاي الفوق دخلوا شوفوها باسكو راح تتمتعوا كاع خويا فنان. هاد المرحلة هادي كانت خفوفي ماشي واعرة بزاف، ما خدتليش بزاف الوقت. واش درت فيها؟ كيما شفتو غلفت كاع الفان بليزولاسيون، بديتها بهاديك تاع لوطوكون اللي تلصق، وبعد فوقها زدت لالان دو روش، ما خليت حتى تقبة باش وشنو لوبجيكتيف تاعي سيكو ما يدخلليش الميديتي ما يدخلليش البرد. الامتحان الصعب راح يكون فصل الشتاء، إن شاء الله يا ربي تكون نجحت المهمة. ومن بعد فوقها واش درنا؟ درنا الكونتر بلاكي كيما راكم تشوفوا، خيرت كونتر بلاكي اللي فيه شغل ديسان تاع بواروش كيما راكم تشوفوا لهنايا هكذا، باش كي نضربوا بهاديك لاتنت اللي شفتوني صبغت بها، تولي أسورتي لاكولور تاعو مع الحطب هذايا ومع تاع الموبل. المبل هذه هي المرحلة اللي خدات لي بزاف الوقت واللي عيتني بزاف. المبل يا يما وقتاش كنت نخدم زعما المبل؟ كنت نخدمو في رمضان، في رمضان نوض صباح ربي عاد تسعة نقلع لاتولي نخدم مع مهدي حتى الجوية ستة تاع العشية ندخل للدار ميت يوميا هكذا. ومن بعد موراها قلعت ثلاثة من راسي. إذا شفتوا الفيديو إذا ما شفتوهاش هاي ليك فيديو تاع ثلاثة من راسي، ضربت هذيك العشرية تاع ثلاثة من راسي عاود وليت طحت كاو. على بيها ثقلت عليكم بزاف باش ندير هذا الفيديو، على بيها راني نفيلمي فيه بشغل بمراحل متقطعة. على كل الحمد لله دوكا راني كملته الحمد لله يا ربي. بون كملته مازال عفايس بزاف نديرهم صح، على العموم كملته بصح دوكا اللي راح تشوفوا المرحلة تاع المبل. تبعوا تبعوا بسم الله وعلى بركة الله. نبداو المرحلة الجديدة هذه اللي سموها وشنو؟ مرحلة المبل. المبل هو صح خاوتي، فاش نحط دوزاني حوايجي الماعن دوزان تاع البحر كي نروح نبات برا ولا كش ندير بيه نحطهم؟ نحطهم لداخل باش نفيتي نرمي دوزاني منا ملهي نكون من بعتر كاع. نحط كلش في العتروس داخل المبل ديالي. المرحلة هذه تعبتني شوية. علاش؟ باسكو خدمتها في رمضان، كانت سخانة كيما على بالكم يا يما هذيك السخانة اللي كانت في رمضان كيما راكم تشوفوا دوكا رانا نديشارجيو في السلعة. واحد السخانة اللي كانت بصح والله غير ما نكذبش عليكم والله غير حلوة الخدمة في رمضان. باسكو علاش؟ شغل تحس باللي الشهر هذا ماشي شهر قادبك، شهر العبادة، شهر واحد الإنسان يتعب يخدم يسعى
شغل بزاف صوالح تقدروا ديرهم في رمضان. حنا الله غالب والفنا رقاد بزاف، مي الحمد لله رمضان هذا ما رقدش كاع كيما شفتوا كاع نتيك حتى من راس تاع 10 ايام هذوك ليكسبيريونس اللي عشتها الحمد لله يا ربي، ولا غير رمضان هذا جاز في نعمه الحمد لله. ومور ما كملنا دي شارجينا السلعه بدينا ديريكت ناخذ القياسات تاع الماب اللي راح نديرو داخل العتروس، والحمد لله يا ربي لقينا القياسات اللي لازم. موراها ديريكت خويا مهدي قال لي ابدا قطع الحطب ديرو 4 سنتيمات على 4 سنتيمات. قطعته كما قال لي، وبعد مورا بدينا نلصقوا فيه كما راكم تشوفوا لهنايا. غير فريناها لصقناه داخل العتروس، فيسيناه مع الحديد، وبديت نلصق المرصوات تاع الحطب اللي يجوا من الفوق هذوك حبه بحبه حبه بحبه حبه بحبه حتى وين كملت المبنى. ومن بعد موراها واش درت كيما راكم تشوفوا دوكا، بديت نخدم الطابله كيما هادي راكم تشوفوها لهنا يا كيف دوكا راح نفيسي هاد الحطب هذا راكم تشوفوا لهنا، باش وين نجي تجي لهنايا. هادي راح تولي باب، والباب هادي او ميم طون راح تولي طابله بيسك راح تطلع هكذايا ان شاء الله تنجح. دوكا نسيوها ونشوفوا. شوفوا الفيس هدايا، شوفوا واش دار لي اللي طلع حرام والله ما مشى لي صلاه الكريم صلاه لي ليا. شنك راك تنجرح مزيان لي عندي تروس دو سوكو جامي ما استعملتها. مور ما كملنا صوالح كاع هادوما، طروازيام ايطاب تاع لي طاب هاديه تاع الموبل هاديه وشنو هي البونساج خالتي. هادي شحال عيطني يا يما، باسكو علاش في الصيف كي دات بونسي شغل غبار، وهداك الغبار هذاك ينشف لك هادي يا يما العطاش. ديجا نهضر هكا عطشت والله غير عطشت، فكرت هذاك الموما عطشت. واش انا ندير دوكا؟ انا بونسي وفي الحطب راني نحي في هادوك البلاي شغل جايين كاري ديرك كي ضربوهم بابي افير يوليو شغل رون لهنا شغل كي تمسو تلقاوها ليس شغل هكذا راهي ليس. باغ لهنا راهي حاده شغل هنا يقطع لكم صباعكم هنا. لا لا هذه لي فينيسيو هما اللي ياخذوا الوقت بزاف. فريتها كاع وبونسيت كاع الموبل وبونسيت الارض وبونسيت كلش. واش درت بوني كيب مرحله تاع دوكا وشنو هي نصبغوا هذا الموبل هذا يا بون. مازال ما كملتش هذا الحطب هذا خلاص لازم نشري صافي. واش قلت باش نربح الوقت نتانتي هذا الحطب اللي خدمناه ديجا باش بلاتانت هذه. لاتانت هذه خلويه بزاف شغل ماكش داير في بالي بلي تكزيستي وكما قاليش عليها مهدي عباك شغل عفسه تري امبورطونت بلاص بار اكزومبل ما الحطب نحرقو بهدايا لو كان تكون وحده حامقه شويه يخرج شغل الحطب محروق سينما سينما بزاف. هذا هو علاش يقول لك مليح تتعلموا من اهل الاختصاص. مليح مليح هذه هي لا كولور فينال تاع الحطب ديالي. هذه هي شوفوا لا ديفيرونس بين كي تصبغوه وكي تخلوه هكذا. شفتوا لا ديفيرونس هكذا خيره هكذا حطب بزاف بيض يعمي العينين. المهم تتشابه هذا وصرا على العموم في المرحله هذه تاع المبل. مرحله تعبتني شويه بصح الحمد لله والله فرحت بزاف كي شفت الريزلت هذاك. دوك في لافيت على فيديو راح تشوفوا الريزلت ان شاء الله. المهم موراها كانت مرحله واحد اخرى اللي هي مهمه اكثر منها كاني مهمه تاع الرقاد هذه. وشنو هي مهمه الرقاد؟ شوفوا شوفوا واش حيصرا. المرحله هذه خلاص لحطب سي بون لحطب 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 بزاف شويه جمال. المرحله الاولى حطب، دوزيام حطب، تروازيام حطب، كاتريام زيدو حطب، هي مازال شويه حطب. بصح المرحله هذه ان شاء الله راح نخدمو بالحديد. واش نديرو بالحديد؟ راح نخدمو ان شاء الله الكادر تاع الكليك لاك اللي نرقد فيه وراني قاعد فيه دوك راني نضرب معكم راني قاعد فيه ومن بعد يولي فراش مع الاخر تشوفوا كيفاش يولي فراش. المهم المرحله هذه بديناها عند الكروسيس تاع الحديد كيما الحطب كيما الحديد توجور روحوا عند الكروسيس باش تدوسوا مطريه ومعقوله وماشي غالي بزاف. شرينا الحديد اللي لازم
مع صاحبنا الله يبارك. انسان يخدم الحديد شوفوا يبدع يبدع. سنقيين هادو مايا قبل الوقت هادو كيقول زعما نقيين شوفوا. ومن بعد غير لحقنا الله تولي بدات الخدمات على الحديد. انا لتما ما قدرتش نتوشي ريحت نتفرج ونتعلم. الله يبارك انسان متمكن في الحديد تعطيه له طياره يخدمها لكم بالحديد خاوتي. الله يبارك بسم الله ما شاء الله عليه. وغير فراها اخويا العزيز مع الحديد واش جبنا؟ جبنا هذاك الميكانيزم تاع الكليك لاك. هذا الميكانيزم هذا باش تعرفوا بك شريته انايا زهر ما كنتش على بالي اسكو ينجح ولا لا. لا شريته من سحاوله. اللي يحب يشريه ولا روحوا في سحاوله وين يبيعوا الحطب وكذا سقسيهم قول لهم ميكانيزم تاع الكليك لاك. انا سقام لي رخيص ما فهمتش اذا السيد غلط ولا باعوا لي 80000. 80000 قلت الريسكي ماني خاسر والو. كانت مفاجاه نجح لي الحمد لله يا ربي. شغل العفسه فرحتني باسكو سقام لي 80000 باطل كليك لاك ب 80000 ما والو. على الحقنا على الحقنا اللي طفي راه جاتكم الميد بالفرحه. على الحقنا الكليك لاك انا فيكسيو فيه دوكا في الارض برك لهنا كاين بتي فيد هكذا. واش راح نديرو؟ ندير له حطبات وكان هكذا هكذا شوف عفسه هكذا. وغير فريناها مع الكليك لاك وفيكسيناه مليح داخل العتروس كيما راكم تشوفوا دوكا ما يزغد ما والو الحمد لله يا ربي. ديجا نتكسل الله غنهضر معكم نتكسل ورحمه ربي. غير فريناها واش درنا؟ مرحله اللي موراها درنا لهنا لي رونجمون. لي رونجمون هادوما كيما راكم تشوفوا بدينا نخدموهم باش شنو نحط فوقهم الفراش. وتحت الفراش كاين هذوك لي رونجمون نحط فيهم صوالح نحط فيهم دوزه نحط فيهم لي كاساوتي صوالح هادوما نوري لكم في لافيت على الفيديو تشوفوا. صراحة فكرة هادي شابة ما واحد ما يكذبش فكرة شابة ماشي تاع على كل حال. غديتها من يوتيوب طحت في واحد فيديو تاع واقيلا ألماني ولا نسيت هكذا مليحة يوتيوب أخربوا تلقاو كلش تلقاو كلش جميع عفسة تجيكم في بالكم تلقاوها في يوتيوب. أنا لقيت هاد العفسة واش دار هو دار واحد الصندوق وفداك الصندوق دار من تحت لي رونجمون. هو ما درهمش سوسو كيما أنا مي شغل أنا شغل تفلسفت شوية هكذايا باش وشنو هذاك لي رونجمون هذوك تحط فيهم باريكزوم كيساوتي تاعك تحط فيهم الزيت الماء لوكي تاع لي فران صوالح لي مهتمين بالميكانيك باش ما تخلطهمش مع الدوزان تاع الماكله ولا الدوزان تاع الحوايج هذوك. انا الحوايج والماء نحطهم من هنايا والله غير نحط فيهم عفايس تاع الميكانيك دايا الحمد لله يا ربي والله غير فرحت بالنتيجه هذه النهائيه. بقاو بزاف صوالح ما درتهمش وما هدرتش عليهم دوك نهضر عليهم دقيقه باش تعرفوا برك. حتى لدوكا ما درتش كلش في العتروس ممكن راح تكمل لا فيديو ما فريتش كلش بصح وشنو كملت الحاجه المهمه كاع اللي هي تخليني نروح نديبلاسي ونرقد فيه ونعيش فيه والاز. مازال باريكزوم هذا البلافون هذا مازال ما بدلتوش بصح نبدلو والله اي طاب باري طاب ما نتقلقوش ان شاء الله حبه 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 حبه. انا لحقنا لي طاب فينال خاوتي هادي هي لي طاب تاع لا فينيسيون اللي قلت لكم استنوا حتى لافا باش تشوفوها. وين راني دوكا؟ راني قدام جينجر روجي خويا مع مولاه هاوليك حبيبي راه مغبون مسكين وبلا فرانات والله الروب. كمل الهضر شريك واش كمل نهضر بالساعه خاوتي ما لقاش شي يحكي شايف من الاخر ما لقاش شي يحكي تخرقست عندي بزاف ما عندي بزاف ما حكمتش كاميرا تلفتني وهذا لك الهضره. المهم خاوتي هاوليك الروجي جينجر راه بيان فيني الله يبارك ما شاء الله فيني يا خو بكم زعما ماشي فيني هاي تشوفوا الطريقه كاين واحد الديطاي كامش مفاتح اصبر غير غنجي مفاتح اصبر نستنى زعما الله واو زاكينغ زاكينغ ما يقومش انا زاكينغ يا شو لي فينيسيون ليك فينيسيون الله اربع ليك ماكلة هكذا هاد العفايس هاد العفسة ياك ما كملتهاش غادي نعرف لا ما كملتهاش فرا انا مازال هكذاك لا غالب ايه تما حطبك حلو زيد الله يجيبك دري ما ينفعش انقاه انقاه تلف لك كاع الهضرة. المهم واش نفتح نوري لكم كيفاش صراو لي فينيسيون ما ودولي سي لي كاميرا او خدام سي جبتو خدام نوري لكم لي فينيسيون داخل الفالبو كيقول لكم فيني والله مازال ما فينيتوش تسمى فينيسيون قيس الزيت قيس الفريت قيس ما نخرج وندي بلاصي شتو كيما راكم تشوفوا لهنا كاين الفراش الفراش اللي شتو جابو خويا كشكاش خويا كشكاش اليوم فرحني خويا كشكاش شوفوا واش جاب لي ربي يحفظك خويا كشكاش الله ينورك كاع ساهموا كاع راهم يساهموا باش نسقموا العدروس كاع هذا هو الفلوس اللي رقدوا فيه صح اخويا افتح افتح الله غير قد 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 او عمر بربي ان شاء الله يخرج باذن الله هاوليك لاني كملت له حطب الداخل شوف
بو هذيك العفسه اللي قلت لكم عليها الصندوق اللي درتو درت فيه لي روجمون هاو لي كيفاش داير نرفدوا المطرح اسمع حاجه الاولى هاي لك غادي نرفدوها باش نعزلوا الموتور والصوالح هادوك باش ما يخرجش الحس هذه الدوزيام اروح تشوف هذه قلت لكم نحط فيها كي صوتي العفايس ها وي فيها باش ما يجينيونيش وراي هذه هي واش درت فيها درت فيها الزيت صوالح كاع دوك اللي ما استعملهمش بزاف استعملهم مين دار هنايا واش قانيت هادي كيف كيف من داك ندير فيها قرعه ما من داك ندير فيها حوايج صغار هكا ولي رونجمون اللي درتهم لداخل اروح تشوفوا شنو هما مع الاول هدايا هذا البيفي اللي راح نحط فيه الدوز نحط فيه مقله صوالح دوك انا حاط فيه شابو نحط فيه تريبي صوالح هادو ما تكون طباصه يكونوا بالك شويه حوايج شويه عفايس هكذا عامليك وفينيسيون هاي لك الحبيله قلت لكم الحبيله خيم لي بوني ميم كريم دار بالحبيله في بالحبايه وهذه هي درتها طابله كيفاش تندار طابله هاي لك فيها حطبه هكذا نحط الحطبه هذه ومن عندي لها كروشي لهنا باش ما طيحش هاي لك وقت تاكل ولا تخدم ولا بميكرو راك داير كلش لهنايا غوستو خلوي سوبر كونفورتابل الز ها بيا رحمه ربي اجي واحد اخرى نوريكم لي موايا برك انا تماني داير دوك فلاش التليفون اسم الله غالب ما باسكو ما فيلميتش دوك الفيديو باش نديرها حياتي كاع تما زم لي كي ديها هنايا خاوتي وشنو هادو ما طلع اطلع اطلع نورو لهم هادو ما شغل عفايس درتهم في مايراد هادي وشنو شغل صندوق يبان هكذايا نحط فيه دي رونجمون لداخل هكذا دي رونجمون هاي ليك نحط فيها حوايج طوال زعما نحط فيها طونت لهنا ولا حطبه ولا نيبورتي كوا هنايا وهنا كيف كيف هاي ليك هكذا شو كيفاش سيرفيس براتيك كلش براتيك حاجه خفوفي سامبل وهذه هي الكليكلاك هنايا راكم قاعدين جو ستوب يا انتيك شوفوا الحبيله هذه سحريه عجبت هوب بق السلام عليكم وراك مكشل ها آه. تي بون تكسيلات في الشباب كاع هكذا ديك زعما تاع انستغرام هذوك الناموس قاتلك شري كيف تزاير دبان سخانه ما كاينش كليماتيزور انت زعما شغل عايش لا بال في هادي اللي حبش بها ما يقول احلى غالب كاينه عفسه قالت لي نورمالمون نديرها كل يوم نقول نديرها 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 مازال ما درتهاش الريدوات هادو مال القدم راح ندير ريدوات جدد راح يجيو من هنايا منا في هادو ما تواقي وزيد فلاريان تسمى ريدوات امبوردون باسكو تكونوا بلاصه وين سميشه بزاف ولا لازم شويه ظليله طو هذا لكم تشوفوا لهنا راح نعاودو ما حش نخليها هكذا راح نديروا واحد ستيل تاع الطبقه ما كفانيش الوقت الله غالب ما حبيت ندير هاد لا فيديو غير باش نديرها تسمى المهم اني ما نقعدش نطول باسكو خمس شهور وانا نفيلمي فيها وقعد نزيد نطول نحطها وان شاء الله نزيدو نستيكي والفان غير بالعقل واش كانت كاين هنا راح ندير جي بورت باجاج هنا راح ندير بورت باج كي انا كي كريم مشيت تما ما ناش حابين نديرو بزاف عباد يقولوا لنا شغل هنا دي لازم نفهموه هذه قرعه بزاف ما هاد لي زيدي هادو ما سمحت لكم حنا ما لبناش بهم ولا زعما بورت باجاج زعما داك العفسه اللي ما قدرناش نديروها يجي زعما يقول لي جمال يا اخو شغل ما قستهاش كاع قول له علاش يا قول يا خو تقعد بيا بورت باكاج ما خممت فيه قول يا ودي خببت فيها بروبليم دراهم ها غير المصاري عندي ديطاي كاع مسامشي يا صح كاع في الخرجه هذوك على كل حال ابار البورت باكاج كاين عفسه واحده اخرى راح نديرها ان شاء الله عن قريب شوفوا الباب هذيا هنا راح يجي اللوغو تاع العتروس مازال ما خدمتوش راح يتخدم في الدار هذه هنا راح الدار تاع المبدعين راح تخدم لهنا ان شاء الله ومن بعدها من غير هذه راح نزيدوا لي زاكسيسوار اللي مازال هذيك المخايد واسمهم لي دريم كاتشر هادوك كذا هادوك ما قولوش لا جوج كادوات ولا انا زعما ما نقولوا والو هادوك لي كادو شويه من الناس كاش كادوات على كل حال خاوتي راكم شفتوا اون جينيرال واش خدمت فيه مازال عفايس بزاف فيه تخدموا بصح راه هو واجد باش نقدر نروح نبات فيه نروح نخرج به هذاك هو صح هذاك هو المهم كاع حاجه واحده اخرى حابين نقول لكم قبل ما نكملوا الفيديو راح نغير لكم شويه مور صوت على فيديو تاع عرس مومو اللي تندر في افريل اللي خدمت على جالو العتروس وحكايه مام جينجر مام الروجيت نخدم على جالو ها واش باش بلي طاح اون بان بعد ما مازال عندي دوك تشوفوا الفيديو تاع كي كريم طاح اون بان خلي لكم هذه البارتي هذه سبيسيال عرس مومو ديديكاس لخويا مومو نورمالمون ندير له فلوك تاع العرس بصح ما فيهاش الله غالب عييت المهم اتهلا شوفوا والحلقه الجايه ان شاء الله حيبداو الخرجات والعفايس اذا كتب ربي اذا ما طحناش اون بان وزقوا وسؤال بربي ان شاء الله انا وكريم تبعوا هاوليك الفان ديالو راه هنا بلا لي فرا ان شاء الله فرانات وفيها خير ان شاء الله هيا واو شوفوا العرس واخيرا جاء اليوم لنفرح معا شكون خاوتي حيتزوج خويا محمد خرباني راح يتزوج اليوم صافي شحال وحنا نوجدوا النهار هذا اليوم رانا لجورجي خويا محمد خرباني ما كاش اللي ما يحبوش ما كاش اليوم لازم نفرحوا معاه يا جدك ما كاش كيف تشوفوا تستخلواو تشوفوا تتبسموا بينما نحن قادمون الى عرس مومو كان يستناها قال لي ايماجين غدوه الصباح نطيح اون بان طاح اون بان عريسي الشفا فينا يا هذه هي اللي كنت خايف منها بس بومبا
عاودي استغلوا استغلوا كيفاش جاك حلوشي وكريم ساكن طاح اوبا استغل استغل عريس عروسة ولا لا استغل الزوالي طاح اوبا روموركي يا واش اسمو هذاك الراجل اللي لبس صاحبو العريس وزير الوزير المشاطة المشاطة انا هو الوزير شفتوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله قولي على الفولارة الفولارة استغلوا خاوتي لا كلاس بمعنى الكلمة استغل شريكي لازم تنافيقي خويا العزيز انا قلت لك والله لازم تزيد واحد الخلق لا لا انا شفت راغيز قالوا انكو بي لازم تفتح له الخفجة الله يبارك الله يبارك زوجونا زوجونا الله يبارك بسم الله ما شاء الله شوف 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 الله يبارك لاباس انا نورمال كوستيم كرافات لا لا حطها صاحبي حطها حطها يا والله راه يبان شغل ديك تاع بالون دور ميسي نهار في دار هاك البس حطوه هنا يا قاري وهنا المهم هذا كي قاع يفريو هكذا يدخلوا للصاله وكذا يوم عاد شنو تقعدوا هذيك الفكوين دكاري ينساو كاع يا واخيرا راح ناكلوا اخيرا سبحان الله ناكل هكا يكتوجر ولا عرس وصحابو تجري لكم من الاخرين هذا المازوزي دانا